لكن قبل ذلك، قبل ما نذكر تفصيل ذلك، أيضا لا بأس أن نذكر بعض القصص التي تنسب إلى هؤلاء لتتضح الصورة، يتضح يعني قولهم ورأيهم. من ضمن ما يذكر في ذلك بأن واصل بن عطاء وهو إمام المعتزلة كان يتمنى لقاء أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة الإمام الثاني للإباضية، فلما لقيه قال له: هل أنت الذي تزعم بأن الله يعذب على القدر؟ واصل يسأل أبا عبيدة: هل أنت الذي تزعم أن الله يعذب على القدر؟ قال: لا، وإنما أنا أقول إن الله يعذب على المقدور. ثم وجه أبو عبيدة سؤالا إلى واصل وقال له: هل أنت الذي تزعم أن الله يعصى استكراها؟ فسكت. والمراد من ذلك عندما سأل واصل أبا عبيدة: هل أنت الذي تزعم أن الله يعذب على القدر؟ يعني القدر فعل الله، فالله تعالى هو الذي خلق هذا الفعل في الإنسان ثم يعذبه على ذلك، لأن المعتزلة ينفون القدر وينفون خلق الله لأفعاله. فقال: لا، أنا أقول بأن الله يعذب على المقدور، والمقدور هو فعل الإنسان، كسب الإنسان، لأن الفعل إذا صدر من الإنسان له جهتان: جهة خلق وجهة كسب. هذا الفعل هو خلق الله، لكن أيضا الله تعالى أعطانا القدرة على كسبه، لكن الله سبحانه وتعالى لا يحاسبني على أنه هو خلق هذا الفعل في، لأن هذا ليس فعلي، وإنما يحاسبني على أنني كسبت هذا الفعل، أعطاني القدرة على كسب هذا الفعل. فلذلك يقول: أنا أقول يعذب على المقدور. ثم قوله له: وهل أنت الذي تعصي تزعم أن الله يعصى استكراها؟ يعني تقع المعصية غصبا عنه، هو لا يريدها ثم تقع غصبا عنه.